مساء الخير عليكم خياتي، ان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله طلعت عليكم بوصفه جديده، تشيز كيك او شوكولا ولا تحليه بارده لهذا الصيف ان شاء الله. تحليه بدون ميسكاربون، بدون حتى جيلاتين، راح توجدوها في سافيسه وراح تتمتعوا بذوقها. راح نخليكم تتبعوا لا فيديو طريقه التحضير. بالنسبة للتحلية تاعنا متكونة من ثلاث طبقات، أنا راح ندير الطبقة الأولى وش كاين فيها. جبت هذا البسكوي اللي فيه الكاكاو، اسمه ماكاو. هنايا علاش درت يعني بنكهة الكاكاو، باهي نقصنا الحلاوة تاع التحلية تاعنا. إذا هنايا ضفت عليه رحيته فلاشوار، ضفت عليه شوية زبدة تكون دايبة وباردة، راح يعني نرحيه. من بعد نزيد نضيف له شوية تاع زبدة حتى نشوفوا باللي هذيك الطبقة نقدروا يعني نمسوها باه تتشكل لنا كطبقة كي ندخلوها للمجمد تجمد معنا. وهنا جبت هذا المول اللي القاعده تاعو تتنحى. راح نجيب هذيك الطبقه الاولى نوزعها على كامل المول تاعي وندخلها الكونجيلاتور جست ما تحكم يعني روحها، من بعد نشوفو كيفاش نوجدو الطبقه الثانيه. راح نوجدوا مع بعض الطبقه الثانيه اللي نحتاجوا فيها كيلة تاع شونتي مع كيلة تاع حليب. عندي زوج تاع نواره وعندي زوج تاع دانات، وعندي هنا شوكولا نوار ماكسو. بالنسبه للشوكولا ديروا الشوكولا اللي الكو تاعها مليح باه تجينا التحليه تاعنا مليحه. اذا راح نوجدوا مع بعضنا الطبقه الثانيه اللي تجي بذوق على شكل كريم، راح تجي بنينه بزاف بزاف. راح نجيب ريسيبيون ونحط فيه شونتي تاعنا ونضيف عليه زوز فلون تاع نواره هنايا بذوق الشوكولا، وراح نضيف كذلك زوز دانات تاع شوكولا ثاني، ونضيف عليهم الحليب. وبهذه المرحله لازم علينا نجيبوا الميكسر بان تحصلوا على واحد الكريمه روعه، راهي كيما البنات كيما اللي تجي في سوسات كلاصي من الداخل، تجي بنينه بزاف بزاف. جربوا هذه التحليه، راح يعني تعتمدوها وراح ديروها في الصيف هذا كامل، مليحه يعني بحجم عائلي. تقدروا ديروها ثاني كي يكونوا عندكم ضياف للسهرات. كيما راكم تشوفوا حطيت كلش مع بعض. وبالنسبه للشوكولا هذيك من بعد يعني ما نحتاجوهاش دركا، كما راكم تشوفوا راح نطلع بهذاك الميكسر حتى نشوفوا بلي القوام تاعها ضعف وخسرت لنا هذيك هذيك يعني الكريمه. من بعد راح نتوقفوا. هذه الكريمه اللي تحصلنا عليها وكما راكم تشوفوا راه ضعف في الحجم تاعها، وميم لاكولار تاعها يعني تبدلت. هنايا بعد ما ضعفت لنا راح نضيف لها هذيك الشوكولا بعد ما كسرتها. كما راكم تشوفوا حبيبات حبيبات، يعني راح نخليوها ما نكسروهاش خلاص، راح نخليوها شويه ونخرجوها الطبقه الاولى اللي كنا ديجا خليناها في الكونجيلاتور شويه برك واحد 5 دقائق. من بعد راح نحط عليها هذيك الطبقه ونستفها من الفوق. راح نسي نحدل هذيك الطبقه مليح وندخلها للكونجيلاتور. هنايا لازم تحكم روحها، يعني تحكم هذيك الطبقه تحكم روحها. من بعد راح نشوفوا الطبقه الثالثه. صدقوني هاد تشيز كيك ولا هاد التحليه البارده راح تجي بنينه بزاف بزاف. من جهه عندي شوكولا ذوبتها كما راكم تشوفوا، راح نحطها كطبقه اخيره من الفوق. يعني هنايا بعد ما حكمت روحها في الكونجيلاتور راح نحط عليها هذيك الطبقه تاع شوكولا وراح نعدلها بهذه الطريقه. من بعد راح ندخلها الكونجيلاتور. هنايا من الاحسن انكم تخليوها تبات غدوه ان شاء الله وتقصوها. يعني للامانه انا خدمتها الصباح وقسمتها يعني تقريبا في القايله، يعني جويها 3 تاع العشيه ولا 4،
واحد 6 سوايع حكمت روحها. وكما راكم تشوفوا هذا هو تشيز كيك او شوكولا ولا تحليه تاع البارده اللي متكونه من 3 طبقات كما راكم تشوفوا هنايا. راح نزينها تزيين بسيط جدا، نتوما واش حبيتوا تزينوها كيفاش حبيتوا تزينوها زينوها. عندي هنايا شوكولا بيضاء ذوبتها حطيتها في اون بوش وقاعده يعني ندير هذا الزيكزاك عليها. اذا هذه الوصفه تاع اليوم ان شاء الله يا ربي تكون نالت اعجابكم، راح تجربوها وتخليوا تعليقاتكم، ما تنسونيش باللايك وجربوها ماكمش راح تندموا صدقوني يا بنينه. بزاف بزاف بارده وتشهي يعني. هذه هي الوصفه كما راكم تشوفوا ب3 طبقات وراح نقسم معكم باش تشوفوا كيفاش جايه من الداخل. دمتم اوفياء لقناتي والى اللقاء في فيديو جديد. سلام.